الطبيعي واللي احنا عارفينه ان تندوري وبرياني دول اكلتين، احنا النهارده خليناهم اكله واحده. الاهم انها جديده وطعمها رائع. النهارده هنعمل تندوري لحم برياني. في بوله هتبل اللحمه مع بهارات التندوري وكمان الكركم والكزبره الخضراء وعليهم الثوم ورشه ملح ورشه فلفل، وهقلب الخليط ده كويس في طاسه، هحط معلقتين زيت وعليهم البصل، وبعدين هضيف اللحمه وهقلب الخليط، ودلوقتي هحط الصلصه ومعاها الطماطم وهقلب الخليط. دلوقتي هضيف نص كوبايه ميه وهغطيها واسيبها لحد ما تستوي. في صينيه بايركس هحط نص كميه الرز البسمتي المسلوق وعليها خليط اللحم، وبعدها هحط بقيه الرز وهحط رشه كزبره خضراء وكمان البصل المحمر، وهحط الزعفران بتاعي المدوب في شويه ميه، وفي الاخر هفرد العجينه وهغطي بيها الصينيه. ودلوقتي هدهنها بالكريمه وهرشها بالكمون، وبكده تكون الصينيه بتاعتي اتجهزت. هدخلها الفرن على درجه حراره 200 لحد ما العجينه تحمى، وبكده يكون جاهز معايا تندوري لحم بريان. دلوقتي عرفتي ازاي تجمعي بين اكلتين في اكله واحده، جربيها وهتعجبك. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.